حضرت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية التي ناقشت محور أثر التشريعات الأسرية على واقع المرأة في البحرين. وأشارت سموها إلى أهمية المبادرة إلى الإسراع في إصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة بما يضمن تعزيز استقرار الأسرة البحرينية، كما أكدت سموها على ضرورة تخصيص مبنى مستقل لمحاكم الأسرة يراعي خصوصية القضايا الشرعية الأسرية ويسرع في إجراءاتها. اليوم فخر للمرأة البحرينية واللي أنا واحدة منها أن نبرز صورة للمرأة البحرينية بكل أوجه ما شاء الله نجاحها، وبنشتغل مثل ما اشتغلنا قبل، بنشتغل مع الوزارات المعنية والجهات المعنية مساندة الأسرة البحرينية الرجل والمرأة والطفل، فإن شاء الله نوصل وياكم جميعا ونتكاتف إلى أن نشوف المبنى الخاص إن شاء الله يطلع لنوية ويحافظ على كرامة الأسرة، وإن شاء الله نشوف قانون الأسرة اللي يضمن كرامة الأسرة البحرينية جميعا. ويعني الحقيقة ما أقدر أقول أكثر لأن الإخلاص في العمل شرف لنا، وهذه شرفنا خدمتكم، فالحمد لله وبالتوفيق، وأشكركم جميعا على الحضور.